قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها رقها وجلها ما أسررنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اصلح أحوالنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح قلوبنا وتب علينا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلحنا بالإسلام وتوفنا على الإسلام. اللهم أصلحنا بالإسلام وتوفنا على الإسلام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعل الهداية بيننا. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد شباب وبنات المسلمين. اللهم اهدهم ووفقهم للخير. اللهم وفقهم لحفظ الكتاب والدفاع عن سنة نبيك. اللهم اهد أولادنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا ومن لهم الحق علينا. اللهم اهد أولادنا ونساءنا وبناتنا ومن لهم الحق علينا. اللهم اهدهم وأصلحهم للخير.
الخير. اللهم وفقهم للتمسك بالدين، اللهم وفقهم للتمسك بالدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم طهرهم من كل داء يؤذيهم، اللهم طهر أبدانهم من رجس الشياطين، اللهم طهر أبدانهم من رجس الشياطين، اللهم طهر أبدانهم من رجس الشياطين، اللهم إن كان بيننا مريضا فاشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم إن كان بيننا مريضا فاشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه بشفائك وداوي بدوائك، اللهم انت مزيل الاسقام وشافي الامراض، فاشف عبادك يا شافي الامراض ويا مذهب الاسقام، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اجعل القران شفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وهمومنا، اللهم اجعل القران شفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وهمومنا، اللهم انك قلت وقولك الحق وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا نفورا، اللهم زدهم نفورا، اللهم زدهم نفورا، اللهم اشف عبادك به وزد الظالمين به نفورا، وزد الظالمين به نفورا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومن لهم الفضل علينا ومشايخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم الحقنا بهم صالحين مصلحين لا مبدلين ولا مغيرين، وإليك طائعين ولك طائعين وإليك تائبين، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجمعنا بأحبتنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بهم في عينين إخوانا على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا برؤية وجهك الكريم، اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا ممن أحسنوا فأعطيتهم الحسنى وزيادة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اكن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع برحمتك راية الإسلام وراية الموحدين، يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد، اللهم اصلح ولي أمرنا، ووفقهم لما فيه خير وصلاح لنا، يا رب العالمين، اللهم دعوناك فاستجب دعاءنا، اللهم إنك وعدتنا بالاستجابة، وأنت لا تخلف الميعاد، فاستجب دعاءنا، وتقبل صيامنا، وقيامنا، وركوعنا وسجودنا، وقراءتنا للقرآن، واجعلنا من الفائزين بهذا الشهر العظيم، يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجر رمضان، اللهم لا تحرمنا أجر رمضان، اللهم أصلحنا في رمضان، وبعد رمضان، وقربنا إليك يا رب العباد، اللهم أصلحنا بالقرآن، وأمتنا على القرآن، اللهم أصلحنا بالقرآن، وأمتنا على السنة والقرآن، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الله Thank you.